طبعا شفنا حركة محمد صلاح وانفعاله شديد جدا وهو خارج بيتم استبداله في مباراة ليفربول وتشيلسي اللي انتهت في بداية الدوري الانجليزي 1-1 وشفنا انفعال محمد صلاح. هل انت مع ام ضد؟ انا وجهة نظري لا، محمد صلاح اخطأ لانه نجم كبير ونجم لازم بيكون طبعا الملايين بيتابعوه. وعايز اقول لكم على حاجة، محمد صلاح يعني طبعا لازم نتفق ان انت بتلعب على ارقام وانت عملت جيم عالي وانت اللي صانع الهدف والفار الغى ليك هدف، لكن انت برضو مهما كان انت ملك النادي والمدرب له كافه الصلاحيات. وعايز اقول لكم على حاجه ولازم نتكلم بصراحه في هذه النقطه وتكلموني وتختلفوا معايا، انا بتكلم في وجهات نظر، لازم نتفق على يورجن كلوب انه ساهم بشكل كبير جدا في اللي وصل له محمد صلاح. اوعى تقول لي محمد صلاح وصل لوحده، يبقى انت ما بتفهمش، انا اسف يعني في التشبيه. محمد صلاح منظومه ساعدته، مدرب اداله الفرصه، مدرب ما كانش بيطلعه، مدرب كان دايما بيطلع مانيه ويطلع اي حد ويبقى على محمد صلاح، كان محمد صلاح يعمل مشاكل ويمكن مشكله مع مانيه وبعض اللعيبه، لكن كان يطلع يطبطب ويطلع ويدعمه وكان عامل داعم كبير جدا لمحمد صلاح. وعايزين نتفق على حاجه كمان، مانيه ده يمكن هرب من ليفربول يمكن بسبب محمد صلاح. محمد صلاح وحش حلو كان بيلعب، بالعكس ماني كان من الادوار الكبيره جدا اللي كان بيلعبها مع ليفربول وكان دايما هو اللي يتغير، طلع ماني وصلاح يبقى موجود، وحش هو اللي يبقى موجود ماني بره. يمكن مانيه هرب ويمكن شفنا التأثير الكبير جدا بعد خروج مانيه على ليفربول، لكن مش هو ده موضوعنا قد ما عايزين نتفق ان نجاح محمد صلاح جه النادي بالكامل ساعده، منهم يورجن كلوب كان داعم كبير جدا جدا له في اوقات كتير. انا معاك انك بتلعب على الارقام وانك انت في بدايه الدوري الانجليزي وعايز تحط رقم عشان تضرب رقم، حقك انك تزعل، لكن مش بالشكل ده، مش كل ما انت ماشي ترمي ومش عارف ايه على يعني، لا مش هو ده اللي احنا متوقعينه. مع احترامي الشديد لو بصينا المثل لرونالدو، اوعى تقارن محمد صلاح برونالدو مع احترامي الشديد له، مع ان لو شفنا كريستيانو رونالدو في الفتره الاخيره مع مانشستر يونايتد قعدوه وانطفشوه مش فارقه معاه ويقعد احتياطي عاجبه مش عاجبه زي ما هو، ومشي كريستيانو رونالدو. فده الفرق. عايز اقول لك على حاجه، المدرب وجهة نظره، وزي ما وقف جنبك في اوقات كتير لازم تتحمله ولازم تفكر النجوميه يا جماعه ما وصلتش لمحمد صلاح اللي يقول لك لوحده لا. اوعى تنسى ماني كان بيلعبها له ازاي، اوعى تنسى روبنسون كان بيلعبها له ازاي، اوعى تنسى ارنولد لما كان فايق كان بيزيد وبيعرض له كور ازاي، الكره ايام فيرمينو الوانتوهات اللي كانت بتحصل، الشغل العالي. محمد صلاح مجموعة راجل اشتغل على نفسه، لاعب كبير عمل أرقام قياسية، كل الظروف كانت مهيئة له، لكن الفريق خدمه كله بالكامل مع احترامي الشديد. هو لو محمد صلاح ما بيلعبلوش أرنولد هيعمل إيه؟ لو محمد صلاح ما بيدافعش ورا هندرسون هيعمل إيه؟ ماني دياز الشغل اللي كان بيحصل في التشكيلات الهجومية مع صلاح مع فيرمينو، لازم نتكلم على إن محمد صلاح نجم كبير، لكن أنا ضد التصرف ده. يعني أنت انفعل بس مش بالشكل ده. حقك إنك أنت عامل نجم كبير وعايز تلعب على الارقام، حقك، لكن برضو لازم ما تقولش ان ده مدرب كبير ويورجن كلوب مدرب كبير جدا ومن حقه يغيرك. ده حق يا اخي، انت لعيب كبير بس انا حقي اني اغيرك، شو المشكله؟ انا بفكر في الفرقه، انت بتفكر في نفسك وفي الارقام اللي بتخصك انت بس. اوعى تتخيل ان محمد صلاح زعلان عشان فرقه ليفربول، لا، ده هو زعلان على تحقيق رقم خاص به، على تحقيق رقم قياسي جديد لمحمد صلاح يضاف لمحمد صلاح. لكن انا كتفكيري كمدرب بفكر ان انا الفوز، ان انا احاول اغير، ان انا احاول اطور شكل اللعب، ان انا في بدايه السيزون وعايز اخطف الفوز وعايز اجيب. انا معاك ان محمد صلاح صنع ومحمد صلاح الفار ضيع له جول وعمل وكره عمل جيم عالي جدا، لكن انا كمدرب ليا رؤيتي وليا الصلاحيات، لما نختلفش على ان محمد صلاح لعيب كبير ومحمد صلاح اسم كبير، لكن يورجن كلوب وقف جنبه كتير وفي تصريحات ياما طبطب عليه وياما دعمه وياما طلع ضد الصحافه وكان بيقف ضدهم عشان محمد صلاح، ياما كان مع اداره مع محمد صلاح ضد يمكن اداره ليفربول في اوقات من اوقات كان ممكن محمد صلاح ما يبقاش موجود، لكن اللي وقف جنبه ودعمه ووقف جنبه في جميع المواقف حتى ايام خلافاته مع ماني كان يطلع يقف معاه دايما وبيحل المشاكل بحنكه يورجن كلوب. فعايزين نفتكر الحلو لكلوب
قبل الوحش، لان مش حلو انك انت تفتكر الحلو بس. محمد صلاح نجم كبير وارقام قياسيه وعمل ارقام حلوه له هو شخصيا وليفربول. انا كمدرب بيهمني فرقتي، بيهمني المكسب للفرقه، لازم ما نقصوش على يورجن كلوب. محمد صلاح حقك تزعل، عايز تعمل ارقام، لكن مش بالشكل ده تخرج. اذا عجبك الفيديو لايك شير كومنت، قولوا رايكم الاول، هل انت مع صلاح ولا ضد؟ السلام عليكم.